بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أقدم لكم اليوم درسا بعنوان Statistical Functions أو اقترانات الإحصاء من ضمن الوحدة الثالثة من مادة مهارات الحاسوب للكليات الإنسانية التي تقدمها الجامعة الأردنية كلية تكنولوجيا المعلومات قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية، وأنا محدثتكم تهاني الخطيب. Today I will talk about statistical functions lesson in Chapter 3 Microsoft Excel from Computer Skills for Humanities course. This course is brought to you by the University of Jordan, King Abdullah School for Information Technology, Computer Information Systems Department, and I am Tahan Al-Khatib. تتنوع الاقترانات الإحصائية في إكسل، ولكننا سوف نغطي في هذه المادة ثمانية أنواع فقط من هذه الاقترانات. There are many types of statistical functions in Excel, but we'll talk about eight functions of them only in this chapter. من أهم أنواع الاقترانات الإحصائية هي count. Count معنى العد، وهناك أربع أنواع من العد أو من function count، وهي count, count A, count blank, count F. count تعد الخلايا الرقمية فقط، count numerical cells. count A تعد الخلايا الرقمية والنصية، counts numerical and text cells. count blank تعد الخلايا الفارغة، counts empty cells. count F it counts cells that match some condition، يعد الخلايا التي تحقق شرط معين. سوف نغطي الآن هذه الأنواع الأربعة من count، ولكن سوف نتكلم نستعرض بقية أنواع الاقترانات الإحصائية، وهي median, variance, standard deviation, rank. median وهي الوسيط it calculates the median of the range of a range، وهي تحسب الوسيط الحسابي لمدى معين. var وهو عبارة عن معادلة أو اقتران يحسب تباين. It calculates the variance of a range، يحسب تباين عمود معين. STDEV standard deviation يحسب الانحراف المعياري لعمود معين. It calculates the standard deviation of a range. rank it finds the rank of some value in a range، يجد ترتيب قيمة معينة من ضمن مجموعة من الخلايا. علما بأن الرانك أو اقتران رانك لن يتم شرحه كمحاضرة محوسبة، وسيتم شرحه في الصف إن شاء الله. سنغطي الآن أنواع الاقترانات السبعة من count, count A, count blank, count F, median, var, STDEV أو standard deviation بشكل عملي. قمنا بالبداية بفتح ملف Functions with Excel S الموجود على الإي-Learning، وفتحنا تحديداً Statistical Worksheet لنتدرب معاً على Count, Count Blank, Count A, Count F، هذه الاقترانات التي تقوم بعد المجموعة من الخلايا التي نريد. بالبداية Count تعد الخلايا الرقمية فقط، It counts only numerical cells. نريد أن نعد كم خلية رقمية عند عمر، فنضع الخلية، نضع على الخلية التي أسفل عمود عمر، ونقوم بكتابة إشارة المساواة، ومن ثم count، ونفتح قوس، ومن ثم نعطي count العمود الذي نريد أن نعده، ونغلق القوس. من الممكن أن تكتب العمود كتابة باليد، تكتب من C3 نقطتين رأسيتان إلى C6، أو أن تظلله بهذه الطريقة وتغلق القوس. إذن count نفتح قوس، ومن ثم نعطيه عمود الذي نريد أن نعده وهو عمود علامات عمر، ومن ثم نغلقه. تقوم count بعد الخلايا الرقمية فقط، نضع enter فيعد لي الخلايا الرقمية وهي واحد فقط. في الماث أو الرياضيات عمر كان لديه علامة رقمية وهي 76. count blank هي عبارة عن function أو اقتران يعد الخلايا الفارغة فقط.
نستخدمها بهذه الطريقة، يساوي count، نكتب كلمة count blank كلمة واحدة ملتصقات في بعض، ونفتح قوس ونعطيه من C3 إلى C6، أي عد الخلايا الفارغة من C3 إلى C6، سيكون الجواب واحد لأنه لا يوجد إلا خلية فارغة واحدة للتاريخ الهيستوري. Enter، سيكون الإجابة واحد. الآن count A أو هذا الفانكشن يعد الخلايا الرقمية والنصية معا. It will count numerical and pixels. نقوم باستخدامه بهذه الطريقة، نكتب count A، نفتح قوس، نعطيه المدى لعمر، نغلق القوس ونعمل Enter. الآن يكون الجواب 3 لأن عمر يوجد عنده 3 خلايا رقمية ونصية وهنا خلية فارغة. Count A لا يستطيع أن يعد الخلايا الفارغة، هو فقط يعد الخلايا النصية والرقمية. Count F وهو الفانكشن الذي يعد الخلايا التي تحقق شرطا معينا، فإذا أردنا أن نعد كم مرة عمر حصل على علامة B، The total number of B grades for عمر، نضع الخلية هنا ومن ثم نقوم بكتابة يساوي count F كلمة واحدة ونفتح قوس. count F يختلف عن count و count blank و count A، لأنه نحن دائما نعطي علامات عمر ونغلق القوس فقط في count و count A و count blank. هل هذه الطريقة سوف تكون صالحة مع count F؟ إكسل سوف يعترض ويقول لي أنه هذه too few arguments، يعني يجب أن تضع أيضا مدخل آخر وهو الشرط. count if لا يكتفي بأن تعطيه العمود، أيضا يجب أن تضع العمود ثم فاصلة ثم تعطيه الشرط. الآن ماذا نريد أن يكون الشرط؟ الشرط أنه إذا كان لدى عمر علامة B عدها. إذا نكتب بين قوسين أو بين إشارات اقتباس حرف البي، أريد أن أعد كم مرة رأينا من C3 إلى C6 حرف B. لاحظ إذن الاختلاف بين count F وبقية الفانكشنز. count F يجب أن تعطيه العمود والشرط، بينما count و count A و count blank فقط كنا نعطيه العمود ونغلق القوس. أما count F إذن كما نرى نعطيه العمود والشرط بين إشارات اقتباس، ويجب أن نضع الشرط دائما بين إشارات اقتباس، ويجب أن نفصل دائما بين العمود والشرط بإشارة الفاصلة. Enter. لماذا الجواب صفر؟ لأنه لا يوجد لدى عمر أي علامة B. الآن إذا أردنا تطبيق هذه الفانكشن نفسها لريم، هل نرجع نكتب كل الفانكشنز لريم؟ ممكن أن نرجع نكتب كل الفانكشنز لريم، ولكن هذا سيأخذ وقت طويل، وأيضا نريد أن نطبق نفس الفانكشنز لعمر. هناك عدة طرق. الطريقة الأولى أن نأخذ الفانكشن ونعمل له كوبي، ولريم وغسان نعمل بيست. لاحظ انه فانكشن اللي اخذنا له كوبي وبيست هو كاونت من C3 ل C6، عندما عملنا بيست او لصق صار لريم من كاونت، بطل من C3 ل C6، اصبح من D3 الى D6. الان شو يعني كاونت من D3 ل D6 لريم؟ اذا عد الخلايا الرقمية فقط من D3 ل D6. كم خلية رقمية عند ريم؟ واحد. أيضا لغسان count من E3 إلى E6، كم خلية رقمية لغسان؟ How many numerical cells for غسان؟ Only one. نفس الأسلوب، نمسك عمود البلانك وكوبي وبيست. هناك طريقة غير الكوبي والبيست، أنه نمسك الخلية من الطرف ومن ثم نسحبها سحب لريم وغسان، وهو لوحده إكسل سوف يقوم به تعبئة هذا الفانكشن لريم وغسان كما يجب على حسب الخلايا التي موجودة عند ريم. فمثلا شو يعني count blank من D3 ل D6؟ عد لي الخلايا الفارغة. count blank يعد الخلايا الفارغة وهي واحد واثنان، إذا خليتين فارغتين عند ريم، بينما هنا خلية فارغة واحدة عند غسان. count A أيضا نقوم بسحبها لريم وغسان، هنا count A تعد الخلايا الرقمية والنصية معا، وهناك خليتين رقميتين ونصيتين لريم.
بينما لغسان هناك ثلاث خلايا رقمية ونصية لغسان. كاونت اف واخيرا نسحبها لريم وغسان. كاونت اف تختلف عن يعني لا يوجد فقط عمود، ايضا عمود وشرط. كاونت اف عد لي من دي 3 لدي 6 كم مرة وردت حرف بي وهناك مرة، بينما غسان كم مرة ورد حرف البي من اي 3 الى اي 6 هناك مرتان. لنعزز فكرة count count a count blank count if أيضا مرة أخرى سوف ننتقل للمثال الأسفل. هذا المثال هؤلاء طلاب أخذوا علامات الامتحان منتصف الفصل، ونريد أن نعد كم مرة، أو بالبداية نعد عدد أسماء الطلاب، نعد أسماء هؤلاء الطلاب. لنعد أسماء الطلاب نستخدم count a وليس count. لنجرب بالبداية أن نعدهم بcount. count لأسماء الطلاب، إذن count من B15 لB24 سيكون الجواب صفر. لماذا؟ لأنه count cannot count text cells. It counts only numerical cells. هي فقط تعد الخلايا الرقمية count، لا تستطيع أن تعد الخلايا النصية ولذلك صفر. إذن ما الحل؟ الحل هو استخدام count A بديلا لcount، لأنه count A تعد الخلايا الرقمية والنصية. نقوم بكتابة يساوي count A ومن ثم نفتح قوس ونعطيه أسماء الطلاب، وcount A ستتكفل بعد هؤلاء الطلاب. count A تستطيع أن تعد الخلايا النصية والرقمية count، أما count لا تستطيع عد الخلايا النصية، فقط تعد الرقمية. الآن لو أنت مصر أنك تستخدم count، ممكن أن نعد الطلاب من خلال علاماتهم، لأنه count تستطيع عد العلامات لأنها خلية، لأنها تعد الأرقام. الآن لو استبدلت count بcount blank، count blank تعد الخلايا الفارغة من C15 لC24، هل يوجد أي خلية فارغة هنا؟ لا يوجد، إذن الجواب صفر. لو كان هناك خلية فارغة ستعد. نراجع سريعا count if من خلال هذا السؤال. نقرأ السؤال معا. count the number of students who got grades which are greater than 25. نريد أن نعد العلامات، علامات الطلاب أو الطلاب الذين حصلوا على علامات أكبر من 25 من 30. كيف نعد العلامات اللي أكبر من 25 من 30 فقط؟ هذا واضح أنه سؤال count if وليس count ولا count blank ولا count count if. كيف عرفنا أنه count if؟ لأن هناك شرط أكبر من 25. نقوم بكتابة يساوي count f على أي خلية فارغة، نفتح قوس نعطيه الرينج المدى، مدى علامات الطلاب، ولا نكتفي count f خطأ هكذا أنه نكتب فقط علامات الطلاب، لأ كمان يجب أن نضع الشرط. الشرط عندنا هي أكبر من 25. إذن نقوم بكتابة المدى الذي نريد أن نعده ومن ثم الشرط. الشرط لدينا هو أكبر من 25، وهم 4 طلاب حصلوا على علامات أكبر من 25، وهم غسان واسم بيترز وعمر وزيد. الآن لاحظ لو كتبنا 25 بدون إشارة الأكبر، معناها عد كم مرة ظهرت علامة 25 من C15 لC24 وهي مرة. الآن لو كتبنا أكبر أو تساوي، أكبر أو تساوي معناها كم مرة يعني يوجد علامات أكبر أو يساوي 25، سيكون 5 وليس 4 لأنه منير أيضا حصل على علامة أكبر أو تساوي. إذن أكبر تختلف عن أكبر أو تساوي، وتختلف عن تساوي بدون أي أكبر أو أصغر. إذا أخيرا إذا قررنا أن نعد كم عدد الطلاب اللي اسمهم زيد، كم طالب اسمه زيد في هؤلاء الطلاب، أيضا نستخدم count f. المرة هذه المرة سوف نعد الأسماء، فاصلة نضع الشرط وهو زيد،
أوكي، ونغلق بهذه الطريقة، وسيقول لي أن هناك زيد، فقط واحد كان اسمه زيد بهؤلاء الطلاب. نبقى بنفس الشيت وننتقل إلى أسفلها. نجد تمرينات على variance, standard deviation وميديان. الآن سنتكلم عن الفارينس بالبداية، وهي التباين، ومن ثم standard deviation الانحراف المعياري، ومن ثم ميديان وهو الوسيط. بالبداية عندما يكون لدينا مجموعة من القراءات أو الأرقام، مثلا هنا في هناك لعبة game، تم لعب هذه اللعبة 10 مرات، وهذه هي السكور أو العلامات لهذه اللعبة. نريد حساب الفارينس أو التباين، والتباين هو مصطلح إحصائي يقوم بحساب الفرق الإحصائي أو التباين، وهو جذر التربيعي للانحراف المعياري لمجموعة من القيم. ولا التباين هناك معادلة حسابية، هذه المعادلة رياضيا مهمة جدا، ولكن لهذه المادة مطلوب فقط منا أن نعرف كيفية تطبيقها بإكسل بدون أن يطلب منا تطبيقها رياضيا كمعادلة يعني. ومعادلة التباين هي يساوي var، والتباين يعني variance، والمعادلة التباين هي يساوي var. نفتح قوس ونعطي الvar العلامات التي نريد أن نحسب لها التباين، ومن ثم نغلق القوس بهذه الطريقة ونعمل enter، ويكون لدينا هذا الرقم وهو التباين. إذا أردنا حساب الانحراف المعياري، الانحراف المعياري أو الستاندرد ديفيشن هو يساوي STDEV، اختصار لستاندرد ديفيشن. نفتح قوس ونقوم بتضليل الأرقام التي نريد أن نحسب لها الانحراف المعياري، نغلق ومن ثم انتر. طبعا هذه قيمة الفارينس أو التباين، وهذه قيمة الستاندرد ديفيشن أو الانحراف المعياري. يستخدم الفارينس والستاندرد ديفيشن في الإحصاء بكثرة لحساب ما يسمى الدايسبرجن أو التشتت، ما هي مقاييس التشتت. طبعا هو موضوع يعني مهم جدا في الإحصاء، ولكن ما يهمنا نحن في هذه المادة أن تعرف عزيزي الطالب كيف تحسب كل من التباين والانحراف المعياري، لتستطيع استخدامهم إذا أردت لاحقا بأمور إحصائية، مثلا معرفة كم هو تشتت القيم عن بعض. فكلما كانت القيم قريبة عن بعضها البعض كقيم رياضية، سيكون الانحراف المعياري ومن ثم التباين أقل. وإذا كانت القيم بعيدة عن بعضها البعض، سيكون الانحراف المعياري والتباين بقيمة عالية. طبعا أعيد تذكيركم بأنه التباين هو مربع الانحراف المعياري، الانحراف المعياري هو جذر التربيعي للتباين، ولكن هذا ما يهمني في هذه المادة فقط أن تعرف كيف تحسبها في إكسل. فقط عندما أطلب منك أن تحسب الفارينس لسكور كولوم فور إكسامبل، you have only to apply it on Excel، يعني يساوي تكتب var ومن ثم تفتح قوس وتعطيني المدى وتغلق وانتر، وهذا هو الجواب. ونفس الأسلوب للانحراف المعياري أو standard deviation. أسفل هذا المثال هناك مثال آخر للميديان، والميديان هو الوسيط. فإذا كان لدينا مجموعة من العلامات ونريد حساب الوسيط، فنقوم بكتابة ما يلي يساوي ميديان، كلمة ميديان. نفتح قوس ونعطيه الأرقام التي نريد إيجاد الوسيط لها، ونغلق القوس وإنتر، فيكون وسيط 9. الآن أذكركم في الوسيط بالإحصاء. ما هو الوسيط في الإحصاء؟ الوسيط الحسابي الذي استطاع إكسل أن يعرفه هو 9. الوسيط هو أنه عندما يكون هناك مجموعة من الأرقام نحسب لها الوسيط بأن نقوم بترتيبها تصاعديا، ومن ثم نأخذ القيمة الوسطى لها. يعني مثلا هذه الأرقام لو أردنا ترتيبها تكون 0 ثم 7 9 10 27، وهي 5 أرقام القيمة التي بالوسط تماما وهي القيمة الوسيط نقول لها هي 9.
هكذا نجد الوسيط، والوسيط يختلف مثلا عن الافرج، الافرج او المين او الوسط الحسابي. الوسط الحسابي نحسبه اذا نتذكر بفانكشن اسمه افرج، ونظلل الارقام ومن ثم انتر ويكون 10 و6. والافرج او الوسط الحسابي هو مجموع الارقام على عددها، اما الوسيط هو عبارة عن مجموعة أرقام يرتبها الإكسل تصاعديا ويأخذ القيمة الوسطى ويقوم بتسميتها ميديان. أشكر لكم متابعتكم أعزائي الطلبة، وألتقيكم في دروس قادمة. Thank you for watching.